أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. كم باسم والحزن يملأ قلبه، والناس تحسب أنه مسرور، وتراه في جبر الخواطر ساعيا، وفؤاده متصدع مكسور. كم من كتاب لا يكن عنوانه يظهر لما فيه في طيه مسطور. كم من صدور أخفت حقيقة عن غير ربي سرها مستور. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد حسن عباس شربتلي في القاهرة الجديدة، نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك ختاماً للأسبوع الثقافي السادس الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية نشراً للثقافة والوعي، برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سدد الله خطاه ويسر أمره وبارك عمره وعمله في نشر دين الله كما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ محمد الجهري مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وفضيلة الشيخ أشرف الفيل من علماء وزارة الأوقاف. معنا قارئاً في هذا اللقاء فضيلة القارئ الشيخ خالد أحمد زكي، ويحاضر في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى علمان نجمان نيران، الأول صاحب جبر الخاطر عبر الشاشة وفي المساجد، أستاذ أمراض الباطنة في كلية الطب جامعة القاهرة، واسمه يغني عن التعريف به، الأستاذ الدكتور حسام موافي، بارك الله في عمره وعمله. يحاضر معنا أيضا في هذه الليلة المباركة فضيلة الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام المراكز الثقافية في وزارة الأوقاف. يختتم اللقاء بمشيئة الله تعالى بفاصل من الابتهالات والأدعية للمبتهل الشيخ عمر حشاد. أيها الأحبة الأكارم، لقاؤنا يحمل عنوان جبر الخواطر، عبادة يحبها الله تبارك وتعالى، بل فعلها ربنا عز وجل مع عباده حينما سمى نفسه الجبار. هذا الاسم الذي يطمئن القلوب ويريح النفوس. سمى نفسه الجبار
لأنه يجبر حوائج خلقه، يجبر الفقر بالغنى، والضعف بالقوة، والمرض بالصحة، يجبر الخوف بالأمن، والحزن بالسرور. إنه تبارك وتعالى الجبار. كان من دعاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي واهدني واجبرني وارزقني، اللهم آمين. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر الخاطر. وقال حكيم: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو في جوف المخاطر. نبينا صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر عبد الله بن مسعود ويقول: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: أأقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ خالد أحمد زكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ
الآزفة أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاجفة أفمن وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر
وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ خالد أحمد زكي، ونحن هنا في مسجد حسن عباس شربطلي في القاهرة الجديدة نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك ختاماً للأسبوع الثقافي السادس الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، ربنا تبارك وتعالى جبر بخاطر سيدنا يوسف عليه السلام حين قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجبر بخاطر أم سيدنا موسى حين قال: كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. أيها الأحبة الأكارم، ما أحد منا حينما يرى هذا الوجه عبر الشاشة أو يلقاه في مكان إلا وترتاح نفسه، لأنه يمارس جبر الخاطر بالسليقة إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور حسام موافي، الأستاذ في كلية الطب جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أنا بأدعى في حتت كتيرة، أتكلم أكتر وقت ببقى سعيد فيه وأنا في مسجد، معرفش ليه، والله والله إن أنا أكتر كلام يعني بيسعدني ويسعد قلبي ويشرح قلبي لما أكون في مسجد. بروح محاضرات وبروح جامعات، لكن في المسجد الوضع مختلف تماما تماما. قصة جبر الخاطر معايا حصلت شخصيا من 20 سنة. من 20 سنة اتصل بي رجل فاضل، رجل دين فاضل كبير. طبعا احنا اول حاجة اتعلمناها في كلية الطب ما تقولش اسم العيان. ليه؟ لو انا قلت اسمه هتسألني السؤال اللي بعديه، كان عنده ايه؟ كان عنده ايه؟ ده سر من اسراره. لا يجب اقعد في قاعدة اقول انا كنت بكشف على فلان وطلع عنده كذا، ما صحش. فعشان كده انا مش هقول اسمه، بس انا كلمني قال لي انا عايز اجي لك العيادة. قلت له لو جيت لي العيادة هتقلب العيادة، هتقلبها، انا اجي لك انا. وبعد مناقشة اقتنع، رحت له البيت كشفت عليه، وطبعا لانه رجل فاضل فيعني ما خدش فلوس. قلت له بص انا ما خدش منك حاجة، علمني. قال لي عايز تعلم ايه؟ قلت له ايه افضل عمل اعمله في حياتي؟ قال لي غير العبادات. قلت له العبادات معروفة، مش معقول هتقول لي صلي ولا صوم ولا زكي ولا حج ولا اعتمر، مش معقول هتقول لي كده. انا عايز عمل مش في مخي، اكون ده يقربني الى الله. بس خلي بالك انا استاذ في كلية الطب، اما تقول لي حاجة تقول لي الدليل، مش هتقول لي حاجة هقول لك حاضر متشكرين. قال لي عايز ربنا يرضى عنك، اجبر خاطر الناس. والله الكلام ده من 20 سنة.
قلت له اكبر خاطر الناس يعني ايه؟ يعني ايه يعني اكبر خاطر واحد؟ قال لي على فكرة جبر الخاطر مش من الغني للفقير خالص، ده ممكن يكون من الفقير الى الغني، ده بالعكس تماما. جبر الخاطر ملوش علاقة بالمستوى الاجتماعي ولا الحالة المادية، جبر الخاطر ده تصرف اتعلمه. قلت له دليلك؟ قال لي أرأيت الذي يكذب بالدين؟ في ألعن منه؟ اللي يقول ربنا مش موجود، اللي يقول مفيش حاجة اسمها إسلام، في ألعن منه؟ ده مين؟ فذلك الذي يدع اليتيم جبر خاطر، ولا يحض على طعام المسكين جبر خاطر، ومش حاسس بصلاته، فويل للمصلين. ان هو ساهي عن انه بيصلي، هو مصلي لكن ساهي عن هذا وما بيجبرش خاطر حد. دليل. الدليل التاني هقوله لكم انتوا بقى، ده من عندنا بقى مش هو اللي قالهولي. ألعن منظر لواحد بيموت مين؟ أبشع منظر لواحد بيتوفى اللي بيغرق. أنا شفته مرة اللي بيغرق بيطلع وياخد نفس وين، منظره بشع. هل تتخيلوا ان ربنا جبر خاطر سيدنا نوح ما يشوفش ابنه وهو بيغرق، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين عشان ما يشوفش ابنه؟ وجبر الخاطر طول ما انت ماشي في القرآن هتلاقي جبر خاطر. المهم سلمت على مولانا وقبلت ايده ونزلت. كان تاني يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، اجازة رسمية، لقيت التليفون بيضرب 7 الصبح، تليفون الارضي، برد. قال لي انا فلان جاري. يا دكتور حسام انا عارف النهاردة اجازة، بس خالة مراتي دخلت عندك في العين المركزة، جبر خاطر ابقى عد عليه. انا لسه بالليل مخلص جبر الخاطر، لقيته بيقول الكلمة دي جبر خاطر. قلت له حاضر. قفلت السكة وكملت نوم ونزلت لبست تيشيرت وجينز، مش رايح لقصر العين، نزلت اشتريت حاجات ونسيت. انا شاكن في الشيخ زايد، فاشتريت حاجات من وسط البلد، وانا في ميدان لبنان رنت في ودني الكلمة جبر خاطر ابقى عدي على خالة مراد. رحت لافف راجع تاني ورايح على قصر العين. خلي بالكم اللي جاي، الوقت من ساعة الأزمة القلبية لساعة ما تتعالج أهم حاجة في الدنيا، الوقت. يعني لو واحد جاله أزمة قلبية وأنا لقطته بعد 5 دقايق كأن ما جاتش، بعد 10 دقايق كأن ما جاتش، نص ساعة ابتدت تسيب أثر، ساعة بقت مشكلة. ودي اللي دايما أقول للناس، سيبوا عربية الإسعاف تعدي، سيبوها تعدي، دقيقة تفرق مع مريض القلب، الدقيقة. أنا طلعت وداخل القسم أشوف مين؟ أشوف خالد جارة مراد، خالد جاري أشوفها. ليه؟ جبر خاطر، جات لي أزمة قلبية، خدت الدواء بعد دقيقة وكأن شيئا لم يكن وعدت. لو أنا في المحور كان زماني مت، أقسم بالله العظيم هذا حصل. قلت إيه ده؟ سبحان الله، ده أنا امبارح بتكلم في جبر الخاطر بقى ربنا ينقذ حياتي عشان رايح أجبر خاطر واحدة. أدي قصة مهمة جدا جدا. قصة تانية، كنت بحج وفي المدينة المنورة وطالعين محرمين على عرفة في المدينة، مطار المدينة، لقيت واحدة ست صغيرة كده جاية بتقول لي أنت الدكتور حسام موافي؟ قلت لها أه. قالت لي أنت بتاع جبر الخاطر؟ هي طلعت عليا بقى، أنا قلتها في التلفزيون مرة طلعت عليا. أنت بتاع؟ قلت لها أه أنا بتاع جبر الخاطر. قالت لي أنا هحكي لك قصة بس أوعى تبكي. قلت لها لا أنا دموعي قوية. قالت لي أنا ابني عنده خدامة فلبينية، عنده خدامة فلبينية، طلع لها كلكعة في صدرها، فهو بيحكي لأمه، فقالت له يا ابني هناخدها عند أحسن دكتور. قال لها دكتور إيه؟ أنا هرجعها بلدها. قالت له لا، ده الدكتور حسام موافي ربنا أنقذ حياته لما جبر خاطر واحدة. قال لها، عمل لها بإيده كده، راحت حجزت لها عند أغلى واحد في مصر وأغلى مركز عشان تعمل أشعة على صدرها تشوف ده سرطان ولا لا. الوقت فات،
وهي راحت قبل البنت اللي هتكشف، راحت قبلها معادها الساعة 9، هي هناك من 8، 9 الا ربع ما جاتش. فكلمت ابنها قال انا فاضي للكلام ده، البت بتحمي العيال. فجت 9 فبتقول لهم رجعوا لي الفلوس تاني، قالوا ما فيش. فممرضه هناك قالت ما تخش انت، ما تخش انت تعمل لي الكشف اللي كنت هتعملي. قالت انا ما عنديش حاجه. قالت يا ستي ما الستات كلها ما عندهاش حاجه وبتخش، ايه المشكله؟ دخلت طلع عندها سرطان في الثدي وبيبتدي، رايحه تجبر خاطر خادمه، ربنا انقذها، دخلت المستشفى عملت العمليه، والاوضه اللي جنبها كانت الخادمه عملت، الاثنين عملوا عملية. بتقولي انا بحكي لك الحكايه دي عشان تبقى تحكيها. الحكايه الاخيره عشان الوقت، زميلي وعزيز عليا جدا بيحكي لي، بيقول لي انا خلصت العياده ونزلت لقيت واحد تحت بيقول لي دكتور انا جاي من اخر الدنيا، جاي من بني سويف وعايز. قال له انا خلصت. قال له طب ما عندكش جبر خطر تجبر خطري وتطلع معايا تاني؟ قال لي انا افتكرتك. طلعت معاه لقيت الكهرباء ماسكه في الستاره مولعه، لو كنت روحت كانت العياده اتنسفت. انا طلعت عشان مش عشان اكشف عليه، عشان شاكر جدا سماعكم وربنا يبارك فيكم ويجبر خاطركم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور حسام موافي، الأستاذ في كلية الطب جامعة القاهرة، على هذه الكلمة المعبرة التي هي من واقع حياة الناس، جبر الله خاطره وخواطرنا جميعا. أيها الأحبة الأكارم، الآن إلى كلمة الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام المراكز الثقافية في وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قوله كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، من ذا الذي أرجو وأهتف باسمه، إن كان خيرك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. قال الإمام السهيلي: ما ضاق بي أمر وذكرت هذه الأبيات ودعوت الله بعدها إلا أعطاني ما أريد. فنسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فشكراً لمن كان سبباً في هذه اللقاءات، وجزاهم الله خيراً وزارة الأوقاف المصرية على هذه الصحبة الطيبة المباركة وهذا الموضوع الماتع، العبادة الخفية بل الظاهرة التي يغفل عنها كثير من الناس، إنها جبر الخواطر. والجبر منها الجبيرة والتي تصلح الكسرة، ويكفيها شرفاً أنها نسبة إلى اسم الله عز وجل الجبار، وهذا الاسم الكريم العظيم الذي لا يعلم عنه كثير من المسلمين إلا بمعنى القهر والغلبة، فهو الجبار الذي يقسم ظهور الجبابرة، وله معنى آخر وهو
الجبار الذي يصلح الكثير، الذي يصح المريض، الذي يغني الفقير، الذي يعطي المحتاج، الذي لا يترك أحدا له حاجة وتوجه إليه إلا أعطاه. قال الله عز وجل جل في علاه: الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عز وجل. ويكفيه شرفا هذا الموضوع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي علمنا أن نقولها في كل ركعة في صلاة فرض أو نفل، فكان يقول صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، على خلاف في الترتيب في هذه الدعوات. فلماذا لا نقولها في كل ركعة: اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبرنا واجبر خواطرنا. وأيضا هذه العبادة إنها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل وأي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس أو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي أكثرهم نفعاً، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه ديناً، تدفع عنه جوعاً، أو غير ذلك من الأمثلة. فهذا سرور تدخله على إنسان إما بقول وإما بفعل، فكل ذلك سواء في جبر خاطر من يحتاج إليك في نصيحة أو دعوة أو مساعدة أو غير ذلك مادياً أو معنوياً. الأمثلة على ذلك كثيرة كما ذكر في المقدمة، وفي هذه الأمثلة الحياتية التي يعيشها الناس. فالقرآن الكريم مملوء بهذا، ونجد أن الله عز وجل قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما رجاه وما تمناه. فقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجبر خاطره وأعطاه ما يرجوه وما يتمنى أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة بعد أن كان متوجها إلى بيت المقدس. كذلك أيضا جبر الله خاطره لما تذكر قول سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قال لقومه: فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل له ما يبكيك يا محمد، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فقال: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: أقرئ محمدا مني السلام وأعلمه أننا سنرضيك في أمتك. ونزل قول الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرضى الله خاطره وجبر خاطره كان مثالا يحتذى في ذلك. فجبر خاطر الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، وجبر خاطر الجميع. ما أحوجنا أن نتعلم هذه العبادة وهذا السلوك، وأن يكون لنا سلوكا عمليا لا كلاما نظريا، في بيوتنا مع أولادنا، وفي عملنا مع من معنا، وفي مجتمعنا
وفي شوارعنا وفي كل مكان نوجد فيه أن نجبر خاطر الناس قدر استطاعتنا وأن نعينهم وأن نأخذ بأيديهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لما رأى الأنصار وجدوا على أنفسهم وحزنوا وقالوا إن الله فتح مكة على نبيه فسوف يجلس مع قومه وفي بلده ولا يعود معنا مرة أخرى، فجمعهم صلى الله عليه وسلم جابرا لخاطرهم وتحدث فيهم وتكلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. دخلت أسماء بنت عميس في بيت عمر رضي الله عنه، ونختم بهذه القصة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي هاجر سابقا: من هذه؟ قال لزوجته: من معك؟ قالت أسماء بنت عميس، فقال لها: الحبشية هذه، البحرية هذه. وكانت خرجت لتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وركبت سفينة مع أبي موسى الأشعري، فانحرفت بهم السفينة وذهبت إلى الحبشة، فوجدت هناك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم عادت معه في السنة السابعة من الهجرة بعد أو مع فتح خيبر. فقال له عمر: الحبشية هذه، يعني يذكرها، ثم قال لها: سبقناكم بالهجرة. فقالت هذه المرأة الفاقهة لدينها المعتزة بنفسها: قالت: لا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في بلاد بعيدة، ما الفارق بيننا وبينكم؟ والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأقول له ما قلت ولا أزيد. انظر إلى الأدب في الخصومة: ولا أزيد ولا أزيغ ولا أكذب. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لهم هجرة ولكم أنتم أهل السفينة هجرة. ثم أقسم لهم وأدخلهم في الغنائم في خيبر. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يجبر خاطر المرأة والرجل والصغير والكبير والغني والفقير، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يسع المقام إلى ذكرها، وإنما من باب فذكر وإنما من باب أن نذكر أمثلة حتى نجتهد ونلزم أنفسنا بجبر خواطر المكسورين والمحتاجين والضعفاء وغيرهم، بل لا يقف عند ذلك، وكل الناس يحتاجون إلى جبر الخاطر. نسأل الله عز وجل أن يجبر خاطرنا. اللهم احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا ديننا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل مصرنا بلد أمن وأمان وسلامة وإسلام، وسائر بلاد العالمين يا رب العالمين. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. سئل حكيم يوما: متى تكون الطهارة حقيقية؟ قال: اغسل قلبك قبل جسدك، واغسل لسانك قبل يدك، وأحسن الظن بالناس. إذا كان لك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ ليس عليك إسعاد كل الناس، إنما عليك ألا تؤذي أحدا من خلق الله. شكرا لفضيلة الدكتور رمضان عفيفي، مدير المراكز الثقافية في وزارة الأوقاف، على هذه الكلمة المباركة. ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد حسن عباس شربتلي،
في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك ختاماً للأسبوع الثقافي السادس الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، قال حكيم لابنه يوما: يا بني، ذقت الطيبات كلها فما وجدت أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فما وجدت أمر من الحاجة إلى الناس، وحملت الصخور على كتفي فما وجدت أثقل من الدين. يا بني، عليك بالدعاء فإنه يفرج كل هم. هيا بنا نرفع وأكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ عمر حشاد. لا سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء واستر عيوبنا وفرج كروبنا واجبر يا رب خواطرنا يا أدم الصلاة على الحبيب محمد، أدم الصلاة فصلاته نور وطيب أنفاس جنات، أنفاس جنات نغم الحبيب، أدعو الإله، أدعو الإله كما تشاء واطلب بها ما ترتجي، ادعو الإله
تستجيب واطلب بها ما ترتجي واطلب بها ما ترتجي منه تنل منه تنل أوفى نصيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد العظيم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله فإذا دعوت الله أو عصيب فابدأ دعاءك فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
خير الخلق كلهم. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا، وتقضي بها حوائجنا، وننال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ عمر حشاد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك في ختام الأسبوع الثقافي السادس الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية نشرا للثقافة والوعي، برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث كنا معكم في رحاب مسجد حسن عباس شربتلي في القاهرة الجديدة، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.